هذه ذكرنا بعملية وادي الليل اللي هي قبل فترة وجيزة من يوم الصمت. وثانيا لابد يفهم التوانسة علاش ثم استهداف الانتخابات، لأنه لا قدر الله لو أحد الرؤساء أو المرشحين يقع اغتياله والعملية الانتخابية كلها تتعاود من جديد. وبما أنه هم لا يريدون استقرار لهذا البلد ولا يريدون أن تنتقل العملية السياسية إلى بناء نظام سياسي ولو يكون تعبان في البداية لكنه سيقف على ساقيه في يوم من الأيام، لذلك ستبقى عرضة العملية الانتخابية إلى آخر يوم، مش من هذه المرة إلى آخر يوم. بالنسبة للدورة الثانية نتمنى أن تونس يقع، أن تتجنب تونس مثل هذه العمليات.